بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طلابنا الأعزاء، صف الرابع العلمي والأدب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا، محاضرتنا اليوم هي اليونت السادس، المحاضرة الثالثة، الأفعال الناقصة المدفوعة بفعل مجرد. Modal verbs infinitive زائد infinitive يعني فعل مجرد. طبعا لإعطاء نصيحة give advice نستخدم أحد الأفعال الناقصة اللي هي should و shouldn't و could و ought to. هذه الأفعال نستخدمها لإعطاء نصيحة، مثلا you should wear a hat in the sun. We ought to do some work before going out. لاحظ، you shouldn't go to school today. You could try these pills, they may help. كل هذه نستخدمها متبوعة بمصدر، طبعا نقصد بالمصدر فعل مجرد خالي من أي إضافة. هسه نجي نشوف شنو الفرق بين ال could وال ought to وال should. طبعا في حالة النفي نستخدم shouldn't، أوكي، لما نريد ننصح شخص أن لا يفعل هذا الشيء، مثل you shouldn't go to school today، لا يجب عليك أن تذهب إلى المدرسة اليوم. تمام، نجي نستخدم should لطلب النصيحة، لما يقول لي ask for advice. ask for advice should I bring my umbrella؟ لاحظ، هل يجب علي أن أجلب مظلتي؟ لما يقول لي استخدمها ask for advice، لاحظ هنا سؤال يريد من عندي ask، أن أسأل، فاستخدم should في البداية، اوكي، بعدها الفاعل، بعدها الفعل المجرد خالي من اي اضافة وعلامة الاستفهام. ملاحظة هنا يقول الفعل could ليس بقوة should او ought to في اعطاء النصيحة. تمام، فهذه الافعال اللي اخذناها اللي هي should و shouldn't و could و ought to، هذه افعال ناقصة استخدمناها لإعطاء نصيحة. نشوف الأفعال الثانية لمن نستخدمها. عندنا may ومايت، نستخدم may ومايت متبوعة بمصدر، أيضا كل الأفعال الناقصة modal verbs، كل هذه الأفعال يجب أن تكون متبوعة بمصدر، يعني فعل خالي من أي إضافة، فعل ما بي أي إضافة مثل ing أو ed أو غيرها. may ومايت متبوعة بمصدر التكلم عن أحداث محتملة في المستقبل، مثلا the ocean may be less polluted in 10 years. لاحظ the ocean may be، ربما سيكون يعني معناها less polluted in 10 years، لاحظ يعني في المستقبل راح يكون أقل تلوثا. We might find a cure for heart disease one day. We might find، ربما نجد يعني حل، انه لل هنا نجتني على شكل انه find ان نجد a cure شفاء او علاج للامراض القلب. في حالة السؤال طبعا نستخدم مثلا may او might. Might he came for dinner tomorrow؟ لاحظ might he came، ربما سيأتي للعشاء غدا، لاحظ. وممكن كذلك استخدام التركيب التالي للسؤال عن أحداث المحتملة. Do you think زائد will زائد مصدر، مثلا Do you think people will recycle their rubbish in the future؟ لاحظ طبعا كل هاي اللي أخذناهن من الأفعال الناقصة اللي هي may ومايت وكود أيضا وشد وout to. كل هذه على مود يعلمك انه متبوعات دائما بفعل مجرد خالي من اي اضافه، واحد، وايضا استخدامهن، استخدام الشد وشدنت والكل والاوت تو عرفناهن انه تستخدم لاعطاء نصيحه، لكن في السؤال اذا ردت تسال او قال لك ask for advice نسال بشد، تمام، وبعدها الفاعل بعدها فعل مجرد. اما المي والمايت فتكون متبوعه بمصدر للتكلم عن احداث محتمله في المستقبل. لاحظ لهنا أنا أيضا أخذنا do you think. do you think أيضا معناها أو للسؤال عن أحداث
محتملة أن تحصل في المستقبل. تمام. وأيضا قلنا نستخدم قبلها أو بعدها model verbs اللي هو will نستخدمه. تمام. عندنا بالنسبة لهذا الموضوع تمرينين مهمات. حل تمرين صفحة 101 اللي يقول مباشرة حل smoking might stop completely every or very soon because people don't want to die of heart disease. يقول التدخين ربما سيتوقف تماما يعني يمتنع تماما لأن الناس لا تريد أن تموت بسبب أمراض القلب. People might not be overweight in 20 years time because they are taking more exercise. الناس سوف لن يكونوا يعني نقول عليهم أوزانهم ثقيلة أوكي في 20 سنة المقبلة لأنهم سيأخذون exercise تمارين أكثر. تمام. عندنا حل تمرين صفحة 103 فرح مايت جو سنوركلينج. طبعا هنا سنوركلينج معناها قصبة التنفس أوكي. فرح مايت جو سنوركلينج ربما فرح تذهب أو تستخدم قصبة التنفس. فرح مايت جو سكوبا دايفينج فرح ستغطس أوكي. لأن المايت هنا تجينا احتمالية حدوث شيء في المستقبل. أسماء مايت جو هايكنج ربما أسماء ستمشي أو ستذهب راجلا. هنا هايكنج معناها مشيا على الأقدام. أسماء مايت جيت أبايسيكل ربما أسماء ستحصل على بايسيكل. كل هذه الأفعال اللي أخذناها أنه يريد يبين لك المايت استخدامها في المستقبل وشلون طريقة يعني السؤال تجيني بالامتحان أوكي. أنه يجب أن نستخدم فعل مجرد خالي من أي أضافة. تمام. عندنا الموضوع اللي بعده اللي هو الإضافات في البداية وفي النهاية affixes, prefixes and suffixes. الإضافات الإضافات اسمها affixes. prefixes يعني الإضافات البدائية أو التي تكون في البداية and suffixes البدايات التي تكون في النهاية أو الإضافات التي تكون في النهاية. الإضافات تكون إضافات أولية قبل الكلمة تسمى البادئة وإضافة في نهاية الكلمة تسمى اللاحقة وهي تغيير معنى الكلمة أوكي. أغلب الصفات لاحظ هنا أنا شلون راح نجي هاي الصفات راح تعطي كلمات عكسية أوكي. أو الإضافات هذه راح تعطيني عكسها. مثلا نجي هنا أغلب الصفات المبدوءة بالأحرف نحفظها بهذا الشكل الحرف M P أوكي نضيف لها I M أوكي I M في البداية مثل possible impossible لاحظ possible ممكن impossible صارت من غير الممكن polite مؤدب impolite غير مؤدب moral أخلاقي immoral غير أخلاقي perfect tam imperfect غير tam patient صبور impatient غير صبور mortal فاني immortal غير فاني. تمام. طبعا عندنا شواذ على هاي الصفات اللي تبدأ بالام بي احنا تعودنا انه نحط لها او اخذناها نحط لها اي ام لكن هنا نذن عندنا شواذ لازم نحفظهن نفس ما عندنا. تمام. paved معبد unpaved لاحظ pleasant unpleasant. تمام. popular unpopular لاحظ. عندنا ايضا صفات ينضاف لها كلمة ري ومعناها مرة ثانية. ري من نضيفها للكلمة معناها مثلا ري رايت اعد كتابة معناها مرة ثانية. فل ام يملأ ريفل اعد ملأ. تمام. دي معناها عكس فورم شكل دي فورم عكسه يعني تأتي هنا عكسه بمعنى أنه مشوه أو مسخ. أما الإضافات في نهاية الكلمة مثلا فول ممتلئ
جوي، لاحظ لاحظ هنا مثلا جوي سعيد، من تضيف لها فول ايش راح يصير؟ جويفول، قمة السعادة. اوكي، ليس بدون، معنى ليس بدون، من تضيف هالكلمة راح تصير بدون هذا الشيء. مثلا worth قيمة، worthless عديم القيمة. اوكي، لهنا طلابنا انتهت محاضرتنا. اتمنى من الله سبحانه وتعالى توفقنا بإيصال المعلومة لكم ولو شيء قليل. يلا طلابنا، اتمنى لكم الموفقيه والنجاح الدائم، شد حيلكم ان شاء الله ما بقل القليل، وان شاء الله اشوفكم كلكم في المراحل القادمه.